نفسيتك هو مسؤول عنها، لكن ما تسيبيش نفسك تحت الاستنزاف، لأنه هو صالح جدا ومليان بالمحبة ليكي. أنا متجوزة من سنة 2000، عدى أول سنة جواز وما كانش فيه حمل، فعادي يعني. بعد تاني سنة ابتديت أشوف، طب عايزين نشوف إيه اللي حاصل وإيه المشكلة. اكتشفت إن أنا عندي حاجة اسمها PCO، بدل ما المبيض يبقى تجويف واحد، المبيض متقسم لعدة تجويفات، فده بيخلي البيريود مش منتظمة وبيخلي نسبة الحمل ضعيفة جداً. فابتدينا بقى نمشي السكة من المنشطات، نجرب حقن مجهري، نجرب تلقيح صناعي، نجرب أطفال أنابيب، فضلنا كده لمدة سنتين بالظبط. طبعا كان إجهاد واستنزاف نفسي ومادي وروحي وكل حاجة يعني. ففي وقت كده قررنا إنه هنقف نسأل ربنا، يعني أنت أكيد مش في مشيئتك إن إحنا نمشي في استنزاف بالشكل ده. قلت له قول لنا أنت عايز تدينا أطفال ولا لأ، ولو عايز تدينا إيه اللي حاصل، ولو مش عايز تدينا أنا عايز أخضع لمشيئتك للآخر يعني. فابتدى ربنا يعلم بوضوح انه هو عايز يباركنا، انه عايز يباركنا بطفل، والطفل ده عايز يدهولنا اسحاق مش اسماعيل. فوقتها قلت له يا رب يعني ايه اسحاق مش اسماعيل؟ فقال لي اسماعيل كانت تدخلات بشريه، اسحاق كان بيور من عندي، انا عايز اديكوا طفل بس بدون تدخلات طبيه، وقفوا كل حاجه انتوا بتعملوها، انا عندي طفل بس هدولكم بطريقه طبيعيه. فاحنا قعدنا 3 سنين، سنتين منهم في اول الجواز، سنتين منهم بنجرب حاجات، وبعدين قعدنا 9 سنين من بعد ما الرب ادانا الوعد. واحنا ابتدينا نحس شويه، احنا ابتدينا نكبر في السن وابتدينا نتعود انه حياتنا ما فيهاش اطفال. ما اقدرش اقول انه في اوقات ما كنتش بحس فين يا رب اللي انت قلته، يعني انا عماله بصلي للناس انه انت تديهم اطفال، وانا طبعا بشكرك جدا انك بتسمع وهم فرحانين عندهم اطفال، بس انا فين البيبي بتاعي؟ يعني انا فين الطفل اللي انت وعدتني بيه؟ لكن كنت كل مره ابتدي او اضعف او احس في احتياج جوايا، كنت الاقيه هو بيسندني وبيشجعني، فعلا ما بيسيبنيش. في نهاية الوقت ده ابتدينا كده نبقى يعني بنسيب الوعد من ايدينا، وقلنا له رب بص قدامك شهر شوف انت عايز تعمل ايه، وكأننا قفلنا الحديث وكأنه يعني خلصنا كل حاجة، وقمنا وابتدينا نشوف البلانز بتاعتنا وهنعمل ايه والخدمة ومؤتمرات ومش عارفة ايه وكده. وجايين بعد شهر وشوية بنوضب بقى المؤتمر، فأشرف بيقول التاريخ، فكأنه حاجة نورت جواه كده، بقوله التاريخ ده معناه ان احنا بقالنا شهر وشوية من ساعة ما اتكلمنا، هل انا ممكن اكون حامل؟ والاول مرة نعمل تشيك اب واعمل تيست الحمل ويطلع بوزيتيف، انا كنتش مصدقة نفسي وحاسة هو احنا لما قلنا شهر انت خدتها سيريس؟ وانا مش عارفة اصلا احنا قلنا شهر ازاي، ولا احنا ضربناها كده. عدينا في كذا تحدي وانا في الحمل. كان اول تحدي انه بعد ما تيست بوزيتيف رحت للدكتور مش سامع نبض الجنين في الوقت اللي المفروض يسمع فيه نبض الجنين، وقال لي انا ما اقدرش اعتبرك حامل، فكانه دلق جردة المية ساقعه عليا، انا جايه بكل الاكسايتمنت بكل التشويق والفرح، وهو يقول لي انا اسف جدا ما اقدرش اعتبرك حامل لان انا مش سامع نبض الجنين، فتعالي لي بعد اسبوعين. ففضلنا الاسبوعين دول عمالين نصلي، بعد اسبوعين رحنا ابتدينا نسمع نبض البيبي. طبعا كانت حاجه يعني فرحت قلبنا، يعني عيطنا انا واشرف عند يعني عياده الدكتور. الدكتور لانه عارف ان انا دكتوره فقال لي لازم نسحب ميه من حوالين البيبي عشان نشوف نسبه التشوهات، لانه انت كبيره في السن فنسبه التشوهات ممكن تبقى عاليه، وانا بسحب الميه دي في نسبه انه ممكن تفقدي الجنين، وبديكوا اسبوعين لازم في الاسبوعين دول تقرروا لانه بعد كده مش هينفع اعمل التست ده. وماما حد مؤمن قوي وبيحب ربنا جدا، لقيتها بتكلمني يوم الصبح وبتقول لي نيفين العطيه دي من الرب محدش يمد ايده فيها. فكنت حاسه قوي انت مش بس بتدي نعمه للطريق، مش بس بتدي سنده للطريق، انت بتحقق الوعد وبتحققه بالشكل الحلو قوي اللي يشهد عنك وعن امانتك. فلما هان اتولدت كانت صحيحه كامله جميله قوي، شهاده حقيقيه عن الرب. لما ناس تيجي تقول لي او تدخل معايا في مناقشه ما بقاش في معجزات، اقول لهم طب المعجزه اللي بتتحرك قدامي في البيت دي اعمل فيها ايه؟
اه شفت تحقيق وعود ربنا في بنتي، بس انا لسه مستنيه وعود ربنا في حاجات تانية كتير. وكل حد فينا مستني وعود ربنا في حاجات كتير قوي. انتظارك للرب هيبقى انتظار ايجابي لو انت ماشي الرحله معاه، عينك في عينيه مش عينك على ايديه هتدي لك ايه. الرب هيديك اللي وعدك بيه، لكن الرحلة غالية قوي. ما تيأسش، ما تحبطش، ما ترميش الوعد من إيديك. من حقك تطلب ومن حقك تطلبي سندة ومعونة للرب طول الرحلة لغاية لما يحقق وعده. من حقك إنك أنت تطلب إنه يا رب فهمني وعلمني إزاي أنت تقدر تحقق ده، وإزاي وقت الانتظار ده ما يبقاش وقت سلبي، ما يبقاش وقت استنزاف، لكن يكون وقت للبركة، لأن عيني عليك أنت مش على اللي أنت هتعمله، لأنك هتعمله.